السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير الفترة الماضية اجتني أسئلة على موضوع، خصوصا من الناس اللي عايشة برا في أمريكا وكندا وأوروبا، ويعني بيقول لك نحن فشلنا في نحن ننقل ديننا لأبنائنا، أبنائنا بعيدين جدا عن الله، بعيدين جدا عن العبادات، مش عارفين شو نعمل، أبنائنا عم بيواجهوا مشكلة، كيف نتعامل مع المثلية. حكينا في هالموضوع قبل آن، لكن أنا اليوم سأأخذكم في بعد مختلف على موضوع العبادات، وأرجو من الله وهو كريم، ربنا كريم، إنه هذا الفيديو يصل إلى ناس تستفيد منه فعلا، لأنه الفيديو مفيد جدا. وأنا صغير تعليمي للعبادات كان مبني على موضوع الفرض، يعني إنه لازم تعمل، والمشكلة الأكبر ليست بأنه أنا لازم أعمل، يا لسه هاي أقل مصيبة، المشكلة أنه تتحول علاقتي بالله إلى علاقة تعاقدية، بمعنى أنه أنا علاقتي بالله مبنية على أنه إذا بصلي ربنا بيوفقني، وإذا بصوم ربنا بيحبني، وإذا بزكي، وكأنه أنه أنا لازم أعمل شيء عشان ألقى شيء بالمقابل. وهذا الموضوع عمل مشكلة كبيرة وشرخ. لما كبرت وبديت أشوف في أوروبا، بديت أسافر، كيف الناس بتحكي معك في أوروبا لما بدي يفتح معك موضوع؟ هاي، طبعا أول كلمة هاي، بعدين Do you believe in God؟ بيحكي لك أنت بتآمن بالله؟ ومرات السؤال بيكون استنكاري، بمعنى أنه أنت، وخصوصا أنا كشخص، يعني أنت يا مثقف يا دكتور لسه بتآمن بالله؟ يعني هو هذا السؤال هيك جاي بهال. فلما بتجي بتسألهم بتقول له أنت ليش ما بتآمن بالله؟ بقول لك I used to believe in God، أنا كنت آمن بالله. طيب وشو صار؟ طب علمنا، يعني بلكي بنستفيد منك شيء. بقول لك أنا والله أنا بحكي لكم قصص واقعية ومتكررة. بقول لك أي ربنا، أنا أمي لما مرضت قعدت أدعي أدعي أدعي، ورحت وصليت وعملت، بالآخر ماتت، فاكتشفت أنه أنا قاعد بضحك على حالي. أو أنا بقول لك لما كنت طفل أبوي ترك أمي وراح هرب مع حدا تاني، وعشنا فقراء ما كناش لاقيين ناكل، أي رب اللي بتحكي عنه؟ أو بيجي بقول لك ما هو رجل العبادة الفلاني كنا نحن مفكرينه إنه هو، وبعدين طلع مش نظيف، فأنا بطلت أآمن بكل ولاحظ معي إنه كل العلاقة هون علاقة تعاقدية، مثل ما هي ماشي كل الحياة الآن، نحن رايحين دائما للتعاقدية، لدرجة إنه إحنا اليان عم نحط قوانين للتعاقدية حتى بين الأب والطفل. يعني اليوم عم نحط شروط تعاقديه في العلاقه ما بين الاب والطفل، مفكرين انه هيك احنا عم نعمل خير. يعني على كل احوال، اذا اردت استفيد من هالموضوع، العبادات فيها اشياء تنعكس على حياه الانسان قبل اخرته. احنا اغفلنا جزء من الحياه وعملنا الموضوع مرتبط بالاخره ومرتبط بغيبيات، فبالتالي صار الموضوع تعاقدي. انا بدي اصلي، يعني نسال سؤال، انت ليش بتصلي؟ جاوبني انت عم تسمعيني الان، يلا ليش بتصلي؟ اول شيء بصلي ليش؟ عشان ربنا يرضى علي. طيب ماشي، طب ما بيجيك واحد بيقول لك انا حاسس انه ربنا رضيان علي، واحد عادي وهو متدين ماشي حاله، بس بيقول لك انا بصليش بس ربنا رضيان علي، اجيب لك دليل؟ انا نمبر 1، انا احسن واحد في الدنيا، انا معي فلوس، انا ناجح، انا احسن منك انت اللي بتصلي. فبصير الموضوع مقارنات من هذا النوع. أما لما أنا أفهم أنه أنا الصلاة هو يعني ربنا كثير محتاج مني خمس صلاة، يعني هاي كثير مهمة بالنسبة لربنا أنه أنا أقوم، ولا هاي مهمة لإلي؟ أنا تعلمت من الصلاة الانضباط. لما أولادنا يفهموا أن النجاح في الحياة يعتمد على الانضباط، طيب بابا أنا مش عارف أنضبط، أنت هون لما هو صغير بتعلمه على الصلاة وبتأمره فيها، فبتعطيه حصن اسمه الانضباط، أنه يصير عنده انضباط. لما نيجي نحكي على الصوم، ما هي فائدة الصوم؟ أسوأ شيء بسمعه في حياتي، نحن نصوم حتى نحس بالفقراء. أنا لما كنت أصوم كنت أحس بالناس اللي عندهم تخمة فقط لا غير، ما كان عندي أي إحساس آخر. يعني كنت أحس إنه التخمة، كنت أحس كثير بالناس اللي عندها غضب لأنه بشوفهم في كل مكان غضبانين. أنا وأنا صغير أنا أذكرها تماما، كنت أحس إنه كل الناس مليونيرية، افكر انه الناس كلها معها فلوس، لانه لما كنت اطلع على الموائد اللي كانت تنحط، وعلى تروح على السوبر ماركت قبل الافطار تشوف العرباية فاي فقراء. ما تضحكوش علينا، هذا طفل بكره بده يطلع بده يفهم انك انت قاعد كنت تضحك عليه.
اما لما اجي اقول انه الصيام زي ما اليوم عم بدرسوه عم بيعملوا له كليات بقول لك انترميتد فاستنج، ولو انه هو شغله مختلفه لكن يشبه. لما اجي اقول ما هو هاي الصيام بالنص وعندي خمس اصابع، ما هو البعد الصحي للصيام؟ ما هو البعد النفسي للصيام؟ ما هو البعد المادي للصيام؟ ما هو بعد علاقاتي بالآخرين بسبب الصيام؟ ما بعد علاقتي بالله بسبب الصيام؟ اتذكر الخمس أصابع، حط الصلاة ودور. ما هو البعد النفسي؟ أنا اليوم كنفس شو بستفيد من الصلاة؟ أنا لحالي ماليش علاقة، ما تقوليش روح الجنة، إنساني الجنة هلأ. الجنة إن شاء الله بنوصلها لما نكون بنعرف نصلي، لما بنكون عم نأديها، لما بنقول حي على الفلاح، مش حي عشان بس نسخط الفرض، حي لأنه أنا هيك تعلمت، هذا ما وجدت عليه آباءنا، يلا خلينا بسرعة نصلي، يلا بسرعة أوه صلاة العشاء، أوه لطيف ألطف يا رب. لا، ما بنفع، ما حدا جابرك. ليش تجبر حالك؟ ما حد جابرك يا أخوي، ما حدا جابرك. وتحملنا جميل أنك بتصلي أنت، هذا موضوع برجع له. وأنا ما بتكلم بس على الدين الإسلامي، هذه ممكن تكون نصيحة لكل الأديان، نحن مش قاعدين نحكي مع دين واحد فقط. العبادات إذا كنا مؤمنين أنها شرائع طلبها الله منا، ونحن مؤمنين أن الله طلب منا، لا تربط الموضوع بالآخرة بس، ما الله بده الحياة تستمر، وإحنا إحنا انولدنا عشان نستنى الآخرة. أقعد أصلي يلا هاي عم بستنى الآخرة، ما تحكيش معي الله يرضى عليك أنا بستني الآخرة، أنا بستني الآخرة، وبعدين أروح أكذب وأنافق وأشتكي وأعيش مهموم وأعيش مكتئب، وبعدين أقول ولا الآخرة خير وأبقى. هو هذا هو مثال الإنسان اللي ربنا خلقه؟ ما ربنا حكاها في القرآن الكريم، الرسول قال له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شو بدكم أكثر من هيك؟ في أوضح من هيك؟ هذه الآية التي آمن بها عمر الفاروق. متى آمن عمر؟ عندما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال كلمته المعروفة أمن هذا تخشى قريش؟ لأنه فهم، لأنه عمر عنده دماغ، لأنه عمر عنده دماغ، حتى هو قبل الإيمان عنده دماغ، بيحلل وبيفكر، مش قاعد يلا هي وراهم عليهم وراهم لا، عنده دماغ. لذلك عمر كان صاحب الأوليات، كان عنده أوليات كثيرة لما صار أمير المؤمنين. على كل مش موضوعنا، لكن الفكرة فكرة الانضباط. دائما دور في العبادات على شيء انضبط. مثلا ما هي فائدة الزكاة على مستوى الاقتصادي، على المستوى النفسي؟ إن الزكاة لها فائدة نفسية، طب الزكاة لها فائدة على مستوى النفسي، انه انا نفسيتي ممكن تتغير بسبب الزكاة؟ هاي الامور مهمة عشان ما يكون الانسان عبارة عن سطحي، علاقته بالله علاقة تعاقدية، انا بصلي عشان يدخلني الجنة، وبصوم عشان ما توديني النار، وبحج عشان انت طلبت مني ما حجيتش. طب والاخلاقك؟ شو استفدت من الصلاة؟ شو استفدت انت من الصلاة؟ شو استفدت من الصلاة؟ انك انت تصلي وتكذب وتصلي وتخدع وتصلي وطول نهارك تشتكي. بقول لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبعدين بتلاقي واحدة مسمي اسمها على الفيسبوك مفتاح الكعبة وريحانة الجنة، وطول نهارها مكتئبة. ريحانة الجنة ومفتاح الكعبة، طول نهارها مكتئبة. فيجي واحد بيفكر شوي وبس مش قادر مخه يوصل لشيء، فبيجي بقول لك لا 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 أعوذ بالله يا أخي، هدول المؤمنون أشد بلوى، أنا شو بدي بهالقرف، لا 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 ما بدي بديش، لا 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 لا، بعدني عن هالشغلات. أو يصير الإنسان متطرف في تفكيره، إنه يا ما أريتم إلا ما أرى، يا بتعملها زي يا أنت برا كل رحمة الله وبرا، وبقعد أنا اللي بوزع الناس على الجنة وعلى النار. نحتاج إلى فهم. أنا بهمني الحياة، لأن الحياة هي الرحلة التي ستحاسب عليها في الآخرة. تهتم بالآخرة من غير ما تهتم بالحياة وتبني وتعمر، شو استفدت؟ على ماذا سيحاسبك الله؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا قامت الساعة وفي أحدكم فسيلة يحاول إنه لا يقوم قبل أن يغرسها. الرسول عم بأمرنا إنه نحن نزرع، والقيامة والساعة قائمة، ساعة يوم الساعة، يعني هذا دلالة على إنه إحنا لازم نبني. أولادنا، الناس اللي عايشة في أمريكا، عايشة في أوروبا، أنت جبت أولادك على مكان منفتح فيه كل شيء، راح يشوفوا كل شيء. إذا ما قدرت أنك أنت تحببه في هويته، لأنك ما راح تقدر تفرضها. أنا يعني بحكي لك يا من هلأ، لا تضرب دماغك بالحيط، لا تمسك راسك وتضربه بالحيط، ما راح تقدر تفرض عليه شيء. أنت عارف تماما أنه هذه بلاد منفتحة،
ولكن هناك أشياء إيجابية، الالتزام بالعمل، الالتزام بالوقت، وهم يحتاجوا إنهم يكونوا. أنا بهمني إنه هو يكون يؤمن بهويته ولا يعتبر إنه هويته أفضل من الآخرين أو أسوأ من الآخرين، لكن يحب هويته لأسباب واضحة ومهمة، مش يحب هويته لمجرد إنه انولد ابنك ولأنه أنت من الدين الفلاني هو من الدين الفلاني وأنا أحسن واحد في الدنيا. ليش أنا لا وليش ليش ليش إذا كان أنت ما إلك إضافة على الدنيا فأنت ما إلك وجود. أقعد أحكي من هون لبكرة، ما الشغلات اللي بتنولد فيها على إيش أنت بتتفاخر فيها؟ على إيش؟ على إيش شايف حالك؟ إذا ما كنت أنت فاهم، وبالتالي إذا أنت فهمت ليش ما بتسأل أولادكم؟ ليش ما بتفتحوا معهم حوارات؟ كيف نصل إلى الله؟ ليش أنت بتآمن بالله؟ ليش ما تفتح حوار مع ابنك؟ ليش ما تقول لابنك كيف إيده بتتحرك؟ وتقول له شوف 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 عظمة الله. ليش ما تدل ابنك على الله من خلال خلق الله عشان يطلع وما يكون متردد، وعشان يفهم كيف يتعامل، عشان تفهم لما تقول له انه ربنا خلقنا ذكر وانثى وعملنا سيستم، عشان يعرف انه هذا الخالق اللي بيحرك عيني 130 خلية ضوئية في عينك، 130 مليون و130 مليون 260 مليون ريسبتر ضوئي، 260 مليون ريسبتر ضوئي في عيونك. ما في ولا شركة بالعالم تقدر توصل لواحد على مليون من عينك عشان تصور، عشان تفهم نفسيتك، عشان تفهم الطرف الأيمن والطرف الأيسر. هذه الأمور ليش ما تستغل ابنك؟ تقول لي أنا مش دارس. ما تدرس، ما تقرأ معاه، ما ربنا أمرك بالقراءة، اقرأ معاه وحاول تدخل معاه بحوارات واستفيد من أسئلته، أسئلة الفضول، عشان يبني هوية راسخة، مش هوية مبنية على أنه تأخذ العزة بالإثم ويتباهى فقط بمن هو. بدي يعرف الواقعية في التعامل مع الحياة أنه في ناس مش زيه، وفي ناس ما راح تؤمن بما يؤمن به، وأنه ربنا تارك الجميع، تارك الجميع، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن راح يتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تردون، راح نرد مرة تانية، راح نرجع. بس أنا ما بهمني الآن هذا الموضوع أقعد أحاسب فيه الناس، أنا بهمني أنا كيف أعيش هالحياة. أنا راح أموت وإنك ميت وإنهم ميتون، بس أنا بدي أعيش، ومش معقول أكون أنا لأني قررت أني ألتزم بأوامر الخالق أني أكون ميت في الحياة، أني أكون مش عايش، ما بنفع، ما بزبط. بعدين لا تقول لي ابني بكذب وانت بتكذب، لا تقول لي ابني بنم وانت بتنم، لا تقول لي ابني بخاف وانت بتخاف، لا تقول لي ابني ما بيقرأ وانت ما بتقرأ، لا تقول لي ابني مغلق وما عنده علاقات وانت ما عندك علاقات وما بتفتح معاه مواضيع وما التربية عبارة عن أفعال وليست أقوال. اقعد اتمنى لبكرة الصبح. They will do what you do, they will not do what you said. ما راح يعملوا اللي انت بتحكيه، راح يعملوا اللي انت بتعمله. فجزء من الموضوع انك انت في لحظة من اللحظات الدنيا صارت منفتحة. زمان انا ما كنتش اعرف، انا زمان صدقت انه حبة الرز كان مكتوب عليها صورة قرآنية، فكنت اخاف اذا شفت حبة رز، ما كنتش اعرف انه هاي كانت مبالغات بس عشان يخوفونا. بس اليوم الدنيا انفتحت، ابنك بيقدر يفتح اليوم الانترنت وتحكي له اللي بدك اياه، وتطلع قدام مجاهل ما تسوى ولا فاهم اشي في دنياك ولا دنيتك ولا اخرتك، وبطلع هو بسمع من ناس كلامها لذيذ وجميل ولابس احسن لبس، وتجذبه بالحوار العقلي اللي شكله من برا عقلي لكن يفسد الغيب ويتدخل فيه بطريقة. لذلك اذا كنت انا، خليك انت مصدر الشك تبع ابنك واليقين. لن يصل الإنسان إلى اليقين بدون شك، ولا يوجد من وصل إلى اليقين بدون شك. فإن لم تشك فقط فأنت لست على يقين. في ناس بتدافع الدفاع العمياني، لا لا لا. طيب استنى شوي، افرض أنه أنا شكيت، ليش ما عندك حجة؟ الحجة بالحجة، اتناقشني بحجة، عجبتك عجبتك ما عجبتك يا سيدي مش مشكلة، ربنا خلقك وخلقني وربنا اللي بيحاسبنا كلياتنا، هاي قناعاتي وهي قناعاتك، أحترمك طالما أنت ما غلط علي، وتحترمني أنا ما راح أغلط عليك، لكن أنا بدي يكون عندي قناعات تفيدني في حياتي. أنا بدي شيء أستفيد منه أتعامل مع جيراني، بدي شيء أستفيد منه أتعامل مع نجاحي في البزنس. هل أنا ممكن لو تعلمت الانضباط، وأنا إنسان من الصلاة ممكن أتعلم الانضباط فأعرف أن الحياة لازمها انضباط ولازم أنا أكون ملتزم بأمور معينة؟ هل من الصيام سأتعرف كيف يشتغل الكبد؟ شو بستفيد من الصيام في الكبد؟ وليش الصيام مهم للمعدة؟ وليش الصيام مهم وصاروا يدرسوه على انه انترميدت فاستنج ويعملوا له برامج دايت؟ على اي اساس؟ طب ليش؟ وشو قصة الانسولين؟ وشو علاقة الانسولين وجزر لانجرهانز في البنكرياس؟ شو علاقتها بالصيام؟ الصيام تبعنا ليش؟
او الصيام في اي شريعة. اربط افهم ليش. مظبوط. ولا انا لازم استنى انه يجيني عالم الفلان. دائما احنا عندنا قال عالم، وطبعا بعرف شو جنسيته ولا شو اسمه، انه مش عارف وجدوا انه الصيام، وبعدين احنا بنفرح ايه موجود عندنا. وانت ليش بتستنى برا يجوا يحكوا لك؟ ليش ما تسال هاي الاسئله؟ ليش ما تطرحها على نفسك؟ ليش ما تسمح؟ عشان لما انا اجي احكي لابني اخلي ابني يتخيل انه اليوم بابا وانت صايم انا بدي ارجع المنفعه عليك. هلا بابا الكبد تبعك عم بينضف، هلا بابا في عندك الخلايا السرطانيه بعد ما خلص السكر بتصير خلايا الماكروفاج، الشغله الخلايا الليمف الليمفاويه بتبلش تاكل الخلايا الميته. فبابا هلا انا اذا في سرطان في جسمي، خلايا سرطانيه او خلايا معدومه، هلا عم تتاكل، انت مش حاسس فيها بس هي عم تصير جواتك لانك صايم. انت اليوم عم تضبط نفسك والحياه فيما بعد رح تطلبك. تعرف يا بابا وانت صايم تذكر انك في يوم من الايام ممكن تتجوز، ومرتك ممكن يجي في يوم من الايام بسبب تغييرات هرمونيه تستفزك. تذكر اللحظه اللي بتكون صايم فيها، تعلم الانضباط ومسك النفس، وانك مش كل شيء بدك اياه بدك تاخده. اربط بين العبادات والحياه مش بس مع الاخره، لانه الولد ممكن يطلع يقول لك اوه الاخره مطوله، بس لما تربطها انه لا في حياته راح يستفيد منها، راح يستفيد منها فلوس قروش. بيستفيد. المنضبط بيجيب فلوس اكثر، المنضبط بيجيب فلوس اكثر. اللي بيهتم بصحته وبيصوم وبيهتم بالصيام وبيصوم صح بيوفر فلوس دكتور. واللي بيعطي زكاة بيفهم انه الحياة اخده عطا وبصير ما يخاف انه يعطي. ولعلمكم اللي بده يعمل مبالغ كبيرة بده يتعلم كيف يعطي مش ياخد، وهذا مبدأ بزنس اقتصاد. على كل احوال ممكن نعمل فيما بعد حلقة طويلة ونقاشية إذا كان في يوم من الأيام الإعلاميين فضيوا من الكلام على التفاهات وبلشوا إنهم يفكروا إنهم يناقشوا. أنا عندي مشكلة كبيرة في الإعلاميين، لأنه اليوم بديت أرفض بعض البرامج بسبب يعني إنه أنت قاعد مع إعلامي، يعني أنا آدم المؤاخذة، يعني هذا بإيش بدي يناقشني؟ وإيش رأيك بالمرأة الطلاق ولا يعني إحنا بدنا ناس مثقفة. وأنا هذا بابي مفتوح، أي شخص إعلامي عنده هدف إنه يناقشني ويجادل ويناقش لأشياء تفيد الناس، بدل ما نقعد نحكي وهو أنت حضرتك قبل ما تغني شو بتحبي تشربي عصير؟ أنا مرات بحب أشرب عصير بتنجان، لأنه عصير البتنجان بيسلك المسالك الصوتية يعني. الله المستعان. على كل أحوال أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وبرجع بحكي مرة تانية الكلام مش موجه لدين واحد، صدقوني كل شريعة الشرائع السماوية المتتالية اللي اجت من سيدنا ابراهيم الى الان ابو الانبياء، كان ربنا في وقتها بينزل شرائع تناسب هذه الفئة من الناس، وامتدت هذه الشرائع وامتدت الى الان. لكن دائما انظر الى الجانب الذي تستفيد منه في دنياك واخرتك، لا تضع الموضوع بس بالاخرة ولا تضعه بس في الدنيا، اثنين بدهم يكون في عندهم توازن. لازم افهم انه في شغلات غيبية لازم اامن فيها، بس في شغلات حياتية ممكن استفيد منها. العلاقة مع الله ليست علاقة إجبار، العلاقة مع الله ليست علاقة إنكار، العلاقة مع الله ليست علاقة على مزاجي كيف ما بدي بعبده. المرأة التي تحزن من زوجها، أنا زعلانة ليش؟ جوزي ما بيهتم فيني، ما بيعبر لي عن حبه، لا بيقول كلمة بحبك، لا بيجيب لي هدية، لا ما عمره ما دخل علي بوردة. إذا أنت مقتنعة أن الحب يجب أن يعبر عنه بأفعال؟ نعم. وإذا كنت أنت بتحبي ربك شو الأفعال اللي بتعطيها؟ شو الأفعال؟ الأفعال ليست لأنه أنت مش مستني من جوزك الوردة، ما إلها قيمة صح؟ شو قيمتها الوردة؟ بتنباع بدولار. بس أنت بتقولي أنه تذكرني، بكفي أنك تذكرتني. طيب أنت إمتى آخر مرة تذكرت رب العالمين؟ إمتى تذكرت الله؟ الله المستعان. يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بألف خير، وبرجع بأكد ومرة تانية وثالثة ورابعة نلتقي بالمغرب بإذن الله في أول شهر أكتوبر، تم تحديد الموعد وحجز الفنادق وكل شيء جاهز والتسجيل مفتوح. تواصلوا مع الأرقام، احنا حاطين أرقام واتساب رقمين تستطيع أن تتواصل تحجز مقعدك من الآن. بإمكانك أنك تحجز وتدفع مع نهاية الشهر، لكن احجز لأنه سنوقف التسجيل ومحدش يزعل منا لما تتصل ويقولوا لك أوقفنا التسجيل. احجزوا أماكنكم من الآن.
لأنه لم نستطيع أن نأخذ يعني أعداد كبيرة جدا، لأن يعني بالآخر أنا إنسان بهمني أنه الناس اللي تحضر تأخذ الطاقة تبعتي 100% حتى لا أكون قصرت مع أي إنسان وأسأل عنه أمام الله. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. أعيد أيضا أنه بإمكانك إذا كنت خارج المغرب في أي بلد، بالسويد، بالنرويج، وين ما كنت تكون، بالجزائر، بالأردن، وحابب أنك تكون معنا لايف وتحضرني لايف وأنا بعطي المحاضرة وتكون معنا وتشاركنا، فأيضا تستطيع. وبرضو أنا بترك اللينك كيفية التسجيل أو عن طريق الوكلاء المختلفون. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.